مشاهدينا اهلا بكم في توقعات احوال طقس نهايه الاسبوع عبر الديوان الوطني للارصاد الجويه. اذا نرتقي بقدوم اضطراب جوي قوي محمل بامطار رعديه غزيره على كل من المناطق الشماليه للوطن. اما بالنسبه للوضعيه الجويه المرتقبه لنهايه الاسبوع، بدايه بالوضعيه الجويه اليوم الجمعه بحول الله، نرتقي باجواء من صافيه الى مغشاه جزئيا بالنسبه للمناطق الشماليه الشرقيه، بينما تكون الاجواء مغشاه مرفوقه بامطار رعديه غزيره في كل من المناطق الشماليه الوسطى والغربيه. اما بالنسبه للمناطق الجنوبيه للوطن، نرتقي باجواء مغشاه بالنسبه لشمال الصحراء والواحات، بينما تكون الاجواء صافيه على العموم على باقي المناطق الجنوبيه للوطن. درجات الحراره القصوى المرتقبه اليوم الجمعه بحول الله، درجة الحرارة تتراوح ما بين 18 إلى 26 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 17 إلى 25 درجة على المناطق الداخلية. فيما يخص الولايات الجنوبية، نرتقي 22 درجة في شمال الصحراء، 29 درجة في أقصى الجنوب في ولاية عين قزام، 24 درجة في ولاية جانب، 29 درجة في الجنوب الغربي. ولكن على العموم درجة الحرارة القصوى في المناطق الجنوبية تتراوح ما بين 22 إلى 30 درجة. فيما يخص توقعات احوال طقس يوم السبت بحول الله، بالنسبه للوضعيه الجويه، نرتقي باستمرار الاضطراب الجوي الذي يكون محمل بامطار رعديه غزيره في كل المناطق الشماليه للوطن على غرار المناطق الشماليه الشرقيه الوسطى وكذا المناطق الشماليه الغربيه. فيما يخص المناطق الجنوبيه، نرتقي باجواء من صافيه الى مغشاه جزئيا على شمال الصحراء واجواء مغشاه بالنسبه لاقصى الجنوب والمناطق الجنوبيه الشرقيه، بينما تبقى الاجواء صافيه على العموم على باقي المناطق الجنوبيه للوطن. درجات الحراره المرتقبه اليوم السبت بحول الله تتراوح ما بين 14 إلى 18 درجة على المناطق الساحلية، وما بين 8 إلى 18 درجة على المناطق الداخلية، بينما تتراوح ما بين 18 إلى 28 درجة على المناطق الجنوبية، بينما تكون درجة الحرارة من 20 درجة في جامس و 23 درجة في الجنوب الغربي. إذا مشاهدينا، هذه كانت توقعات أحوال الطقس لنهاية الأسبوع. لمزيد من المعلومات زورونا عبر مواقع الديوان الوطني للأرصاد الجوية. أما بالنسبة للمناطق المعنية بالأمطار، إن شاء الله تكون أمطار خير وبركة، وإن شاء الله تلتحق بالمناطق الجنوبية الأخرى. شكرا على حسن الإصغاء والمتابعة، ونهاية أسبوع مريحة للجميع. في أمان الله.